لتطوير العمل الإعلامي في المؤسسة العسكرية، إذ يبذل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي جهوداً كبيرة لتطوير العاملين في مجال الإعلام، إذ يستقبل الجناح والضباط والمراتب والموظفين المدنيين في الوزارة ومن مختلف الدوائر والمديريات من خلال فتح الدورات الأساسية والحتمية. يستقبل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي الضباط والمراتب والموظفين المدنيين في جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي لإشراكهم في الدورات الأساسية والحتمية والتطويرية لتطوير قابليتهم، ويتم إلقاء المحاضرات عليهم من قبل الضباط والموظفين. محاضرات عن علم النفس العسكري، عن الاضطرابات النفسية والحرب النفسية والعمليات النفسية، ونركز بشكل الأساس عن المواضيع اللي تخص الحرب النفسية لأن تعتبر من موضوعات الساعة، ولكل عصر يعني مثل ما نعرف أنه بها استخدامها، الحرب النفسية وسائلها أهدافها أسلحة الحرب النفسية اللي تتضمن الشائعات الدعاية وغسيل الدماغ. تتضمن الدورات والدروس النظرية والعملية فيما يخص الإشاعة والأعلام الرقمية، فضلا عن كيفية كتابة الخبر وفن التصوير والحرب النفسية من قبل كادر متخصص. وتعتبر هذه الدورات الركيزة الأساسية لجميع منتسبي صنف الإعلام والتوجيه المعنوي العاملين في الوزارة. بدينا بهاي الدورة وطيناهم المواضيع اللي بدينا بها بالقيادة والإعلام والإعلام العسكري والضغوط النفسية والعمليات النفسية. إلقاء الدورات الأساسية والحتمية والتطويرية على طلاب الدورات من الضباط والمراتب، ويتلقون خلال الدورة جميع المعلومات التي تخص الإعلام والتوجيه المعنوي والعمليات النفسية والتصوير. شاركنا بالدورة الأساسية الثامنة المقامة في جناح الإعلام والتوجيه المعنوي، عددنا كان 60 طالب. تلقينا محاضرات بالتوجيه المعنوي والقيادة والحرب النفسية والإشاعة والخبر وكتابة الخبر. من جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي، الملازم حيدر محمد.